بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد وإلى ظهر الدهور كلها آمين. سلام أعزائي وأحبائي المشاهدين، بنستكمل معاكم النهاردة بنعمة المسيح كلامنا عن آبائنا الرسل الأطهار القديسين. وإحنا طبعا في المرات اللي فاتت اتكلمنا عن بطرس الرسول، ثم بولس، ثم ماري مرقس اللي هو أسس كنيستنا القبطية. النهاردة بنتناول رسول عظيم حنين وجميل ومحبوب إلى قلوبنا جداً، هو الرسول يوحنا الحبيب. او زي ما يقال عنه يوحنا الانجيلي، وايضا يقال عنه ان هو من اوائل المعترفين على مر تاريخ الكنيسة بتاعتنا. وانا هفسر ليه هو بيقال عنه ان هو معترف ومات كمعترف. وهو الرسول الوحيد احبائي اللي ما نالش اكليل الشهاده من القديسين الرسل الاطهار. ربما ربنا كان حافظ له مثل هذه الكرامه، لان هو اكتر واحد تلامس مع شخص السيد المسيح وكان يتكئ على صدره. فيوجد بعض الأشخاص في كنيستنا وأولهم الست العذراء، هي أول واحدة تلامست مع جسد وشخص السيد المسيح بالفعل، لأنه طبعا كان ابنها، وبالتالي حملت او حبلت به 9 اشهر في بطنها، واصبح مكان بطنها ده او كل جسمها هو السماء الثانية لربنا يسوع المسيح. وعالت، مش عارف اقول ايه يعني، او اهتمت برعاية وتربية السيد المسيح كطفل، وكانت تهتم به زي اهتمام كل ام بابنها او طفلها الرضيع. وربنا حفظ لها كل هذه الاشياء والكرامات الجميلة بان جسدها ماتت السيدة العذراء او انتقلت من هذا العالم ولم تذق اي عذاب ارضي. ربما سمعان الشيخ قال لها سوف يكون في نفسك سيف. تاني شخصية اتعاملت مع السيد المسيح بالجسد وتلامست معاه وكانت تتكئ على صدره، فبالتالي كأنها تتكي على الله ذات نفسه، وكانت بتاخد من روح ربنا في كل حاجة في حياتها، هي شخصية يوحنا الحبيب او يوحنا الحنون الانجيلي الطيب المعترف. طبعا تلامس مع المسيح وعاش معاه وكان يتكئ على صدره، لانه كان دايما بيحس ان في صدر المسيح كأنه بيحتضن العالم كله، وكأنه شايف رب المجد اللي ماسك في ايديه الكرة الارضية دي هو بيستند عليه وبيتكئ على صدره وبيحبه، وربنا بيعطيله من الاهتمام ده. فطبعا رسول عظيم جليل حبيب وذو نفس هادئة جميلة،
وعاش على هذا النمط، نمط الهدوء والسكينة والروح الوديعة السالمة في كل وقت، التي لا تعاند ولا تصنع لها أعداء مع أي أحد، ولا تصنع شرا أبدا على الإطلاق مع أي إنسان. أنا فعلا هذا الرسول بتأثر فيه، وأنا فاكر إن الصراحة من أول سنين كهنوت ليا، من 13 سنة كده ولا حاجة، أول جمعة عظيمة يعني فعلا أنا يعني جت عليا وأنا كاهن، تكلمت عن يوحنا الحبيب ومدى شجاعته ومدى فروسيته ومدى نبله العظيم اللي خلاه هو التلميذ الوحيد ان هو يسير الى وراء المسيح حتى الصليب، ويقف عند الصليب ولا يهاب ولا يخاف اي شيء. وحتى كان عنوان العظة اجعلني مثل يوحنا. قبل ما نبتدي بتمعن برضو في الكلام عن يوحنا الحبيب، عايز نقول ترنيمة بسيطة جميلة، وهي أيضا ترنيمة تقليدية كلنا عارفينها، اللي هي ترنيمة خبرني يا يوحنا عن صدره الحنان. وأتمنى اللي عارفكم منها، طبعا انتوا لما تسمعوا الترنيمة دي او دايما بتسمعوها بتسترجعوا الايام بتاعت ايام مدارس الاحد لما كنا كلنا صغيرين وبنروح الكنيسة وبنحفظ الترانيم الجميلة دي. نبتدي مع بعض الترنيمة بنعمة ربنا. خبرني يا يوحنا عن صدره الحنان، وازاي كنت تسند راسك وفي اي مكان. جاوبني يلا وقولي راضي يوحنا وقال. جاوبني يلا وقولي راضي يوحنا وقال. رد يوحنا وقال ده صدره واسع واسع بيساع كل الناس، وقلبه نابض نابض كله محبة وإحساس. مش لاقي زي صدره أتكي عليه في أمان. مش لاقي زي صدره أتكي عليه في أمان. أتكي عليه في أمان. وانت يا بطرس كلمني عن صخرة الإيمان، وإزاي الرب أقامك من أعمدة البنيان. جاوبني الله وقولي راضي بطرس وقال. جاوبني الله وقولي راضي بطرس وقال. رد بطرس وقال ده قمني في كنيسته رغم كل الإنكار، وضمني لعروسته في محفل الأبرار. مش لاقي زيه صخره تسندني في كل زمان. مش لاقي زيه صخرة تسندني في كل زمان. تسندني في كل زمان. ويا توما تعالى وقولي
الشك كيف كان وازاي خلاك تؤمن لما رأيت بالعيان؟ جاوبني يلا وقولي رديته ماوي قال. جاوبني يلا وقولي رديته ماوي قال، رديته ماوي قال. ده جرحه واضح واضح، شفت مكان المسمار وفي جنبه أثر الطعنة من حربية الغدار. مش لاقي داي جرحه تدخلني للأحضان، مش لاقي داي جرحه تدخلني للأحضان، تدخلني للأحضان. وانتو يا كل الأحبة قولولي كمان وكمان عن ينبوع المحبة وعن فيض الحنان. رد التلاميذ وقالوا ما لم يخطر على بال، رد التلاميذ وقالوا ما لم يخطر على بال، ما لم يخطر على بال. دي محبة قوية قوية أوي حتى من الموت، ودي عيشة هنية هنية عرب حياة الملكوت. مش ممكن ننسى أبدا صورته جوه البستان، مش ممكن ننسى أبدا صورته جوه البستان، صورته جوه البستان. طبعا الترنيمة دي أنا الصراحة بقالي سنين وسنين ما قلتهاش، ترنيمة جميلة جدا بصحيح، وأنا مش عارف يعني ليه ما بقيناش نقولها زي الأول، بس يعني كويس إن احنا قلناها المرة دي وخدنا بركتها. نبتدي نتكلم معاكم عن شخصية يوحنا الحبيب أو يوحنا الإنجيلي. طبعا يوحنا هو اسمه ابن زبدي، وهو شقيق الرسول يعقوب الكبير، وهو التلميذ اللي كان يسوع بيحبه زي مكتوب في يوحنا 19:26. هو اللي اتكأ على صدره في العشاء الأخير، وهو التلميذ أيضا اللي جمع ما بين في شخصيته حب البتولية والعظمة الحقيقية والبساطة القلبية مع المحبة الفائقة العجيبة، وهو اللي انفرد ما بين التلاميذ في سيره بدون خوف ورا المخلص في الوقت العصيب اللي تركوا فيه الجميع وانفضوا من حوله. كان هو واسطة إدخال بطرس حيث حكم الرب يسوع، نظرا لأنه كان معروفا عند رئيس الكهنة زي مكتوب يوحنا 18:15-16، وهو الوحيد اللي رافق الرب للصلب. فربنا بالتالي قال له يا يوحنا هوذا أمك، وقال للست العذراء ايه هوذا ابنك، وهو على الصليب. ومن تلك الساعة عاشت معاه العذراء كما مكتوب في يوحنا 19:25-27. كان أبوه زبدي بيحترف مهنة الصيد، وكان يعني متيسر الحال معاه، ما كانش من الفقراء. وكانوا هذه الأسرة من بيت صيدا، ويبدو ان هو تتلمس بعد الوقت على يوحنا المعمدان، وكان يتردد عليه زي ما مكتوب في يوحنا 1:35-42. ودعاه السيد المسيح للتلمذة مع اخيه يعقوب فتبعه، وقيل
عنه ان هو كان في الوقت ده تقريبا زي رواية مكتوبة من القديس جيروم، كان تقريبا عنده 25 سنة في ذلك الوقت. كانت امه واحدة من نسوة القديسات اللواتي تبعنا وكنا يخدمنه. كان يوحنا واحدا من التلاميذ المقربين من الرب يسوع مع يعقوب اخيه وبطرس. كان هو مع اندراوس اول من تبعه في بشارته، واخر من ترك عشية الامه من قبل موته. هو اللي سجل لينا خطاب الرب يسوع الرائع عن الافخارستية كما مكتوب في يوحنا 6. هو الذي انفرد بين الانجيليين بذكر لقاء الرب مع السامرية كما في يوحنا 4، موقفه مع المرأة الزانية التي أمسكت في ذات الفعل يوحنا 8، شفاء المولود أعمى يوحنا 9، وإقامة العازر من الموت يوحنا 11، وصلاة المسيح الودعية في يوحنا 17. وكان هو واحد من التلاميذ اللي صاحبه رب المجد في إقامة ابنة يايروس من الموت، وفي حادث التجلي، وفي جسماني ليلة آلامه. طبعا في التجلي كان هو بطرس يعقوب ويوحنا بس اللي مع المسيح، وشافوا موسى وإيليا تجلوا مع المسيح، واحد يمينه والتاني عن يساره. وبكر كمان مع بطرس وذهب لقبر المخلص، وكان بيجري بسرعة. لكن طبعا لشجاعة بطرس الرسول زي ما احنا عارفين ان هو اللي دخل القبر الاول قبل يوحنا، ان يوحنا كان يعني لسه صغير وقلبه مرهف شوية في بعض الامور، فهو اللي سبق على القبر، ولكن بطرس هو اللي دخل الاول عشان يتفحص الامر بالداخل. وكان هو الوحيد ما بين التلاميذ اللي استطاع ان يتعرف على الرب يسوع لما اظهر ذاته على بحر طبرية عقب قيامته، وقال لبطرس هو الرب في يوحنا 21:7. هو ما كانش صغير بحيث ان هو كان يعني لا يفهم شيء، لا، ده كان مليان بالحكمة العظيمة جدا. وبالتالي نرى له مواقف كثيرة جدا مع بطرس، لأنه كان بيمتلئ من الهدوء والوداعة، وبالتالي الحكمة كانت دايما في تعاملاته وتصرفاته مع المحيطين به. وبنلاقيه ملازم لبطرس في معجزة شفاء المقعد عند باب الهيكل، وأمام محكمة اليهود العليا السنهدرين يشهد للمسيح. أول خدمته الكرازية لما ابتدت كان من المؤسسين للكنيسة في أورشليم والمناطق القريبة منها، لكن بعد كده طبعا زي ما احنا عارفين ان هو راح لآسيا الصغرى اللي هي تركيا، وهناك طبعا زي ما احنا عارفين أسس 7 كنايس اللي كان لهم 7 ملائكة أو 7 رعاة كلهم من تلاميذه، وكتب إليهم سفر الرؤيا، وكان دايما بيقول وبيعلم دايما في هذه الكنائس بكل ما بداخله عن المسيح، ويبذل الناس نفسه في الخدمة والكرازة. وبالتالي كانت خدمته الكرازية والتبشيرية واسعة جدا وكبيرة جدا، وده لأنه كان فعلا مليان بالروح القدس اللي هو واخده من المسيح. طبعا البلاد اللي كانت في آسيا الصغرى دي اللي منها سردس وفلادلفيا واللاذقية وأزمير وبرغميس وسياترا وغيرها وأفسس طبعا. بسبب نشاطه الكرازي الكبير قبض عليه في حكم الإمبراطور دوميتيان، وأرسل مقيدا إلى روما.
وهناك ألقوه في خلقين أو مرجل زيت مغلي، فما أثرش عليه بل خرج منه أكثر ندرة، مما أثار الإمبراطور عليه ونفاه إلى جزيرة بطمس، ومكث في جزيرة بطمس حوالي سنة ونص، أي سنة 95 ميلادية تقريبا. وهناك كتب إيه؟ رؤيا يوحنا الإنجيلي. ثم أفرج عنه بعد مدة 200 وعاد إلى أفسس ليمارس نشاطه التبشيري، وكل التقاليد القديمة تؤيد بالإجماع نفي يوحنا إلى جزيرة بطمس في ذلك التاريخ، وكتبته رؤياه هناك. ومن الآباء الذين شهدوا بذلك إيريناوس وكليمندوس الإسكندري وأريجينوس وترتليانوس وغيرهم من الألقاب اللاصقة بيوحنا. لقب الحبيب، فقد ذكر عن نفسه أنه كان التلميذ الذي يحبه يسوع. وقد ظل يوحنا رسول المحبة في كرازاته ووعظه ورسائله وأنجيله، وكتاباته كلها مفعمة بهذه الروح. روى عنه أنه لما شيخ لم يعد قادرا على الوعظ، كان يحمل إلى الكنيسة واقف بين المؤمنين مرددا عبارة يا أولادي حبوا بعضكم بعضا. فلما سأموا تكرار نفس العبارة تساءلوا لماذا يعيد هذه الكلمات ويكررها، فكان جوابه لأنها هي وصية الرب وهي وحدها كفيلة لخلاصنا لو أتممناها. ومن القصص التي تروي عن حبه الشديد لخلاص الخطاة تلك القصة التي تروي أنه قاد أحد الشبان الإيمان سلموا إلى أسقف المكان كوديع وأوصى به كثيرا. وجاهد يوحنا مع هذا الإنسان وأتى به إلى ربنا، وهنا يورينا إزاي كان هو لما بيمسك في حد يفضل وراه لغاية ما يجيبه لربنا بقوة وبشدة. وكانت إن هؤلاء الناس تتوب عند قدمي يوحنا ويعترفوا بخطاياهم لحبهم لشخص المسيح اللي فيه ولشخصية يوحنا الهادئة الجميلة وشيخوخته العظيمة. قال عنه بولس الرسول أنه من رسل الختان، و ترك لنا يا أحبائي طبعا إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا اللاهوتي وثلاث رسائل اللي هم على اسمه، وتحمل تحمل كلها اسمه هذه الرسائل، تحمل ألمات كتيرة. وزي ما قلنا ان هو اعترف بشخص السيد المسيح وهو من المعترفين اول المعترفين. يعني بقى ايه اول المعترفين؟ يعني يقول لك مثلا عندنا في الكنيسة في الانبا صموئيل المعترف. المعترف هو الانسان اللي بيتحمل عذابات وألمات لكن لا يموت، لكن لا يموت. فيوحنا طبعا تحمل عذابات وألمات كتيرة فهو معترف، ورقد في الرب في شيخوخة صالحة وقورة حوالي سنة 100 ميلادية تقريبا. بركة يوحنا الحبيب تكون معانا دايما. الحقيقة أحبائي زي ما قيل عن يوحنا أيضا إن هو كان من أول التلاميذ اللي تابعوا المسيح. يوحنا كتب الإنجيل بتاعه، وبعد كده قلنا عن يوحنا إن هو رمز الإنجيل بتاعه اللي هو النسر. طب ليه النسر؟ لأن النسر هو اللي بيحلق في السماء، وبالتالي يوحنا حلق بشخصية المسيح معانا في السماء، وحاول يرفع من المستوى الأرضي كل البشرية أو كل الناس اللي تقرأ إنجيله يحلق بيهم في السماء في صفات المسيح الإلهية. وبالتالي هو أكتر واحد من الأناجيل اللي بيقال عنه يوحنا اللاهوتي، لأنه اتكلم كتير جدا عن لاهوت السيد المسيح ولمس هذه النقطة في شخصية الرب المسيح في أمور كثيرة. وبالتالي
عشان كده بيرمز إليه برمز النسر، لأن النسر زي ما بقول لكم هو اللي بيحلق في السماء، فهو رفع بمستوانا الأرضي إلى مستوى السماء، أو المستوى اللي احنا نقدر فيه نوصل لإلوهية المسيح اللي هي فوق كل شيء. وكان في كده حب، وهذا الحب ملتهبا بنار وعمل الروح القدس الذي بداخله تجاه شخص رب المجد يسوع دايما، بحيث ان هو كان دايما كده رسول نقول عليه من النوع الحراري، من النوع الناري. طب هو ازاي كان شخصية بسيطة وما بيحبش اي نوع من الشغب او اثارة اي شيء او اي نوع من الضجة، وكان شخصيته مثل هذا؟ هذا لانه اكتسب من المسيح اشياء كثيرة جدا، وتمتع بقوة المسيح الكاملة. يوحنا احبائي بيعلمنا ان احنا فعلا ننظر الى حب الله، وننظر الى الله كاولاد ليه. احنا دايما في علاقتنا مع ربنا دايما بيحصل كده، ان في ايام بتعدي علينا بتبقى محبتنا فاترة لله، لاننا بنفقد معنى البنوة الحقيقية. وهو يوحنا قال انظروا اي محبة قد اعطانا الله حتى نصير اولاده. وفي اول اصحاح من إنجيل يوحنا يقول هنا في عدد 12: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. الإنسان يا أحبائي لما يتلامس مع ربنا ويحس إن ربنا هو كل شيء في حياته ممكن يفعل الكثير، والكثير بالنسبة لربنا. لو حطيته في أي مكان عشان يتكلم عن ربنا هيتكلم عنه بجدارة وبكل جرأة وبكل جسارة وبكل شجاعة وبدون أي خوف على الإطلاق. فيوحنا الحبيبي أحبائي شخصية مليانة بالحب، الحب الإلهي، وهذا الحب الذي كان تجاه الله ربنا لم يتركه فارغا، بل أعطاه من الكثير من الحب، وبالتالي كان بينضح بكل ما بداخله بهذا الحب على الناس اللي بيكتب ليهم. ونشوفه برضو يوحنا يأخذ من الله ويتكلم مما لله لكل الناس اللي هم تتلمذوا على ايديه في الكرازة بتاعته. يوحنا احبائي طبعا مكان كرازته الاصلي هو آسيا الصغرى، وهو ده المكان اللي بشر فيه بشدة وبقوة، وعمل فعلا هناك 7 كنائس، وال7 كنائس دول بنشوفهم في رؤيا يوحنا اللاهوتي. طبعا هو بيتكلم عن الملائكة اللي هم رعاة هؤلاء الكنائس، اللي كانوا كل واحد منهم موكل ان هو يكون خادم لهذه الكنيسة. وطبعا بيوصل لهم يوحنا الحبيب رسائل جميلة وكتيرة. انا عايز في بقية الكلام عن يوحنا ناخد بعض المقتطفات كده من كل حاجة من الاشياء اللي هو كتبها. كتب طبعا رؤيا يوحنا اللاهوتي، وكتب رسالة يوحنا، وكتب انجيل يوحنا.
طبعا هو في اول اصحاح من رؤيا يوحنا اللاهوتي طبعا بيقول يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا وبيدي لهم السلام، وبعد كده بيقول لهم انا يوحنا اخوككم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيره اللي هي بطمس، وبعد كده جالي صوت ربنا وقال لي اكتب هذه الرسائل للسبع كنائس، وابتدى فعلا يكتب الى الكنائس السبعة. وكل رسالة كان فيها بيأنب الراعي بتاع الكنيسة او يمدحه سيان بطريقة ما عشان ايه يخليه ماشي على الطريق الصحيح، وان هو يرعى الرعية بتاعته بأمانة للنفس الأخير. وكان له رسائل جميلة جدا لهؤلاء الناس من قبل الروح القدس اللي كان بيكلمه ده. وفعلا بعد كده بنشوف يوحنا هو بيعطي هذه الرسائل لكل إنسان مسؤول عن الخدمة في كنيسة من الكنائس، أو كل إنسان كاهن أو راعي أو أسقف أو بطرك، عشان الكل يقتاد بهذه الرسائل، وإن الناس كلها تشتغل لحساب ربنا وتأتي بالكثير لملكوت ربنا. بعد كده بيتكلم عن حاجات كتيرة أوي في رؤيا يوحنا دي، عن الشهادة، وبيتكلم عن الختوم الخمسة السبعة آسف، بيتكلم عن علامات كتيرة قوي من المعنى الروحي، بتحكي عن كل ما يدور في هذه الحياة وكل ما هو مهم عشان الإنسان يعبر من خلاله عشان يحصل إلى الحياة الأبدية والملكوت السماوات مع ربنا، ويعيش مع ربنا في ملكوته الأبدي إلى الأبد. ويبتدي من إصحاح 21 يتكلم عن، يقول رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، ويقول هنا لأن السماء الأولى قد مضت والأرض الأولى برضو قد مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. وبعد كده يتكلم عن أورشليم السمائية اللي هي ملكوت الله نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها، ويقول بصوت عظيم، ويقول صوت عظيم من السماء هوذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. طبعا هنا بيتكلم عن الحياة الأبدية وعن ملكوت السماوات مع ربنا، اتكلم عن الأساسات ال 12 باب اللي موجودين برضو في السماء فوق، طبعا هم 12 بيرمزوا إلى تلاميذ السيد المسيح في العهد الجديد، وأيضا لتلاميذ أو أسباط إسرائيل ال 12. وكأن ربنا بيستكمل الحياة معانا في أورشليم السمائية بدلا من أورشليم الأرضية التي هنا على الأرض. وطبعا يختم الرؤية بأقوال جميلة لما الملاك بيقول لي عن على لسان ربنا ها أنا آتي سريعا طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. بعد كده يقول أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله، أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر، طوبى للذين يصنعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة، لأن خارجا الكلاب والسحرة والزنا والقتلة وعباد عبادة الأوثان وكل من يحب
وأصنع كذبا. ويختم الإصحاح ده بيقول، يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، أمين. تعال أيها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جماعكم، أمين. فهنا يوحنا طبعا بنشوف إزاي كتاباته مليانة بأسرار إلهية كثيرة وعجائب وعظائم إلهية كثيرة ليست من هذه الأرض. وأعظم مثل فيها هو رؤيا يوحنا اللي هو كتبه لنا عن الحياة الأبدية القادمة الجديدة مع شخص رب المجد يسوع. طبعا كتب لنا برضو 3 رسائل. الرسالة الأولى بتاعته مكونة من 5 إصحاحات، والرسالتين التانيين كل رسالة مكونة من إصحاح، وبالتالي الإجمالي كده هما 3 رسائل صغيرين وخفاف جدا، وساعات احنا بنقرأ منهم في كاثوليكون اللي هو الرسائل الجامعة الرسولية في الكنيسة، بنقرأ من رسالة يوحنا بعض الأشياء في رسائل الكاثوليكون في القداس. طبعا هو برضو بيقول كلام، يعني كلام كله روحاني وكلام جميل وكلام فيه مضمون خلاص لكل إنسان يسمعه. بيقول: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. هو كأنه بيتكلم هذا الكلام عن نفسه وعن كل واحد من التلاميذ اللي كانوا عايشين مع ربنا في هذا الوقت. بالأخص هو اللي ازاي تبحر ان هو لما يبقى كده قاعد جنب المسيح ومتكئ على صدره، ازاي ان هو يحس ان هو بيتمتع بهذه اللحظات بشدة. حتى يقال ان هو قال عن نفسه ان يسوع كان بيحبه، وفعلا هذا الكلام موجود. يعني على ان انسان يشهد لنفسه ان هو ربنا كان بيحبه، لان هو بيضع نفسه في وضع البنوة التامة لربنا، وضع البنوة الحقيقية لربنا تماما. وبالتالي هنا بيتكلم عن الحاجات اللي هو لمسها، وعايز برضو نفس هذه الاشياء توصل للناس زي ما هو عينها وزي ما هو عاشها وزي ما هو لمسها وشافها وكل حاجة عن رب المجد. فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. عايز يقول للناس اللي انتوا مش هتفضلوا بس في هذه الحياة، لكن هتستمروا لغاية ما توصلوا للحياة الأبدية مع ربنا. فالذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا. احنا مش عايزين ان احنا نحتفظ بهذا الإيمان وهذه الأشياء لنفسنا بس كتلاميذ أو رسل، بس عايزين الكل يتمتع بهذه الأشياء، وان كل الناس تحس ان ربنا ده عنده وليمة كبيرة وعظيمة لكل إنسان سوف يأتي إليه. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح، ونكتب إليكم هذا ليكون فرحكم كاملا. عايز يبشر الناس إن كل كلمة هو بيقولها وكل التلاميذ والرسل الآخرين بيقولوها ليهم هو عشان بنيان الملكوت. طبعا احنا دايما بيرمز للملكوت إن هو عامل زي العرس، العرس بتاع ربنا. كلنا هنيجي ونبقى فرحانين بالعريس، كلنا هنيجي ونبقى عايشين مع ربنا في الآخر فرحانين بيه، فرحانين بكل حاجة موجودة في الأبدية، لأن ربنا هو اللي كائن في وسط هذا الفردوس وهذه الملكوت. وزي ما قال يوحنا برضو إن شجرة الحياة اللي احنا هناكل منها كلنا هو شخص رب المجد يسوع، ولا هيكون في شمس هناك ولا حاجة، لأن ربنا هو اللي بيضيء هذا المكان. فكل هذه الأشياء أحبائي تكلم عن رب المجد وعن وجوده مع الناس في الحياة الأبدية. وبالتالي أنت عشان
تتمتع بربنا لازم في السماء، لازم تبتدي تتمتع بيه هنا على الأرض. يا ريت يا أحبائي لا نهمل هذا الإيمان اللي مقداره عظيم، ولا نهمل هذا الخلاص اللي مقداره عظيم. في قصة رمزية كده هقولها لكم بسرعة، تحكي عن إنسان. الإنسان ده كان عايش حياته في العالم تماما، وبالتالي لما انتقل من هذا العالم أعطي له فرصة إن هو ممكن يدخل السماء وكده، لأنه عمل بعض أشياء كويسة. هي قصة رمزية، فبتقول القصة إن هو لما دخل وعاش في السماء شوية قال لهم إيه ده المكان ده، أنا مش قادر أعيش فيه، لا شوفوا لي أي حاجة غير كده. فخدوه وطلعوه عشان يعيش في الجحيم، فانبسط على الآخر هناك وقال لهم خلاص أنا هنا مرتاح كويس مفيش مشكلة. طبعا الجحيم فيه أشياء كثيرة احنا لا ندريها، بس هو انبسط هناك لأنه هو ده الجو اللي كان عايش فيه في الأرض، وبالتالي هو معودش نفسه على حياة التسبيح وإن هو يرتفع برأسه لفوق ويتبحر في محبة ربنا أو في لاهوت ربنا أو أي حاجة ربنا كان بيديها له. فبالتالي هو حب ينكس رأسه ويعيش في الأرض، وبالتالي الحياة الأبدية بالنسبة له إن هو يفضل عايش طامس نفسه وراسه في التراب والرماد، وهو ده بالنسبة له أسعد شيء بالنسبة له. برضو في قصة تانية يقول لك ان قصة برضو رمزية، يقول لك ان الحياة في السماء كلها محبة. ازاي؟ يحكى ان كان في ترابيزة كده كبيرة وقاعد حواليها كذا حد من الناس، وفي طبق اكل في النص، وطبق الاكل ده محطوط جنبيه معلقة كبيرة قوي، المعلقة دي كبيرة أو واخدة من أول الترابيزة لآخرها. فبيقول لك إن الجحيم عامل زي المشهد الحزين اللي بنشوف فيه الناس دول قاعدين على الترابيزة دي ومش عارفين ياكلوا ولا يستمتعوا بالوجبة اللي قدامهم. ليه؟ لأن كل واحد بيفكر إزاي المعلقة دي كبيرة ومش قادرين هم ياكلوا منها، وبالتالي مفيش اي حركة مفيش اي حياة. على الوجه الاخر او الناحية التانية نفس الترابيزة دي موجودة، بس الفكرة بقى الناس اللي قاعدين عليها مزقططين وفرحانين على الاخر. ليه؟ لان كل واحد ادرك ان هو لو شال المعلقة وحطها في الطبق اللي في النص ده وبعد كده مسك لصاحبه المعلقة عشان يأكل من الناحية التانية، صاحبه ممكن يبقى مبسوط وسعيد وكده العملية تمشي على خير. وده بيورينا ازاي ان السماء كلها محبة وشركة، شركة ما بين الناس وما بين بعضها البعض، في حين ان الحياة المظلمة اللي هي في الجحيم او في الهاوية هتكون على الوجه الاخر مكتئبة لان ما فيهاش محبة ولا ربنا موجود فيها على الإطلاق. وهنا يوحنا يبتدي يقول هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. إن كنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن كنا أنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إن كنا أننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. هنا كأن يوحنا بيقول للناس بكل بساطة تعالوا لحضنه، تعالوا. المسيح بيقول تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، تعالوا واتكوا على صدر ربنا زي ما أنا اختبرته، زي ما انا عشت معاه، زي ما انا اتكأت على صدره وحسيت ان كل المراحم
اللي موجودة في هذا الكون تكمن في شخص رب المجد يسوع الكائن في الجسد ده، واللي هو الآن ربنا، وإحنا كلنا عايشين معاه في الأبدية، وكل الناس معاه فرحانة بيه، وبالتالي إحنا لازم نستمتع بيه في هذه الحياة عشان نقدر نستمتع بيه في الأبدية. ده أول إصحاح من رسائل يوحنا الثلاثة. زي ما قلنا عن إنجيل يوحنا إن هذا الإنجيل يعني فعلا إنجيل لاهوتي، وإنجيل فيه قصص جميلة جدا. يعني الوحيد اللي اتكلم عن المولود أعمى كان يوحنا، لأن طبعا هنا بيوري إزاي المسيح بيخلق يعني عين لإنسان كان معدوم إن هو يرى أي شيء في هذه الحياة. اللي اتكلم عن لقائه مع المرأة السامرية، لقاء المسيح مع المرأة السامرية، كان يوحنا. اللي اتكلم عن إقامة لعازر، اللي هي المعجزة بتشهد لقوة لاهوت رب المجد، إن هو إزاي ممكن يقيم إنسان من الأموات، كان يوحنا. اللي اتكلم عن حتى ازاي ان ربنا ده رحيم وليس كمتسلط، بل يقبل اليه كل انسان خاطي، وهو اللي كان يعني موجود ساعة ما ارادوا ان هم يرجموا المرأة اللي امسكت في ذات الفعل واحضروها ليه، وهو قال لهم من منكم بلا خطيئة فليرميها اولا بحجر. تعلم كل هذه الأشياء يوحنا بداخله وطبقها على نفسه في الكرازة بتاعته، وتمثل بها، وتمثل بشخص ربنا يسوع المسيح بالتمام في ملء الوداعة والسلام والحنية والطهارة والنقاء، عشان يكون زيه كده ويقدر يأتي بأناس كثيرين لربنا. آخر حاجة عن يوحنا، لا نقدر أن ننسى موقفه مع اعترافه بالمسيح حتى عند عود الصليب، في حين أن كل التلاميذ الآخرين خافوا أن هم يكونوا متواجدين قرب المسيح عشان ما فيش أي حد يمسكهم ويفرتك فيهم أو يبهدلهم. يوحنا جاهر بكل قوته وذهب مع السيد المسيح، وكان قريب من المحاكمة بتاعته، وكان يصطحب الست العذراء معاه في هذه الأوقتة والأزمنة الصعبة، هذا الوقت الصعب، وفضل مع الست العذراء بيعضدها وبيأذرها وبيلاطفها في كل الأمور، ووصل معاها إلى الصليب عند قدمي رب المجد يسوع وتحدث مع المسيح. وبالتالي المسيح لما رأى هذه المحبة الغير محدودة من قبل إنسان بسيط كان من أتباعه، قال له أنا بديك أغلى حاجة عندي في هذه الأرض، اللي هي أمي، اللي هي أصبحت السماء الثانية، اللي أنا يعني جعلتها شفيعة لكل المؤمنين ووسيطة في جنس البشر لكي ما يتم من خلال الخلاص اللي انا عايز اصيره لكل الناس. انا بودع هذه الام وبوضحها عندك يا يوحنا، بقول لك خدها وخليها تقعد معاك، لان انا مش هلاقي قلب مليان بالمحبة زي قلبك، قلب يضرم بالمحبة ويعني يعطي بكثير مما بداخله. ربنا يا احبائي كده يجعلنا ان احنا نتشفع بهذا القديس الطاهر الجليل القديس العظيم يوحنا الحبيب الانجيلي المعترف، الذي كان قلبه يلتهب بمحبة المسيح في كل حين، ويجعلنا ربنا كده ان احنا ناخد من صفاته في كل وقت ونتعلم منه كل هذه الاشياء الجميلة. ربنا المجد الدائم الى الابد، امين.